الو، ايوه مساء الخير. اتفضلي يا شيماء. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ازيك دكتور؟ من فضل حضرتك كان عندي حلمين. اتفضلي. الحلم الاول، حضرتك انا دخلت شقه لشخصين هما متجوزين، بس الشقه دي مش شقتهم، شقه تانية كانت واسعه، والزوجه كانت بتكنس الشقه ديت، بس انا مستغربه بقول هي بتكنسها ليه، كانت المقشه اللي هي الطويله. مين هي اللي بتكنسها؟ هي اللي كانت بتكنسها الست صاحبه المكان. بس هي مش دي مش شقتها اصلا. انا فهمت. طب اسمها ايه بقى المقشه اللي هي الطويله، مخوف طويل دي بتاعت الزباق بتاعت الشوارع وكده. فانا بقول في نفسي هي ليه بتكنسها وهي نظيفه. فبعد كده جوزها كان نايم لما سمع صوتي خرج، بس خارج رجلي اليمين كانت عاجزه وبطنه، انا قلت في الحلم ايه ده، هو بقى حامل كده ليه؟ بطنه كانت منتفخه انتفاخ مش طبيعي. البطن لتحت كده، وكان لابس يا اما جلابيه بيضه ومش نظيفه يا اما اوف وايت ومش نظيفه. هم دول انت يهموا يعني تعرفيهم قوي، علاقتك بيهم؟ وبعدين ليه دقني كده شويه، فهو بص لها ان هو ياخدني ويتكلم معايا في اوضه. فلما اخدني كان عمال يعاتب فيا، بس انا كنت ايه، ما قلتلهوش اي حاجه. بيوضح لي زي امور، بيقول لي والله الشقه دي مش شقتي، ده انا واخدها من واحد صاحبي اسبوع فاضل لي فيها 3 ايام. فانا بصيت من الشباك ولاقي قدامي بحر وناس، فبعيط كده دموع بارده وبقول ايه، الشقه دي كانت المفروض تكون شقتي. هو بصي، مقطوع كلامك، يعني هو ده انت عايزه تتجوزيه صح؟ واضح ان طبعا اكيد. بصي احنا حوالك الرؤيه ده 3 ايام، طالما قال 3 ايام يبقى في تلاعب، يبقى الراجل ده مش نيته صح، لان الساعه في الرؤيه بتعني 45 سنه، فما بالك بثلاث ايام؟ معنى كده ان هو انت مش في دماغه اصلا، او كل ده المواضيع دي يعني تسويف. فالرؤيه دي رؤيه حق، خليكي فاكراها كويس جدا. الراجل ده مش نيته خير، طالما الست بتكنس كمان ده معناه مشاكل كتير 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 ادت للموضوع ده، النقله دي بسبب مشاكل. اوكي طيب.